أقوى وأطول موجة شديدة من الحر منذ سنوات تجثم على العراق وتستمر حتى نهاية شهر تموز يوليو الجاري، حيث شهدت درجات الحرارة قفزة كبيرة وصلت إلى 53 درجة مئوية في مدينة كالبصرة يعيش سكانها أجواء مرهقة بسبب الرطوبة العالية. هذه الموجة ربما تعتبر هي الأشد خلال التسجيلات المناخية، تحديدا مدن جنوب البلاد متوقع أن تصل درجات الحرارة ما بين 53 إلى 54 درجة مئوية. هناك العديد من البحوث تشير إلى أنه خلال نهاية القرن الحالي مناطق الخليج العربي وأيضا من ضمنها العراق ستصبح مناطق غير صالحة للسكن البشري بسبب ارتفاع درجات الحرارة. الموجة القاسية من الحر والرطوبة حاول بعضهم التخلص من آثارها بالسباحة بالأنهار هربا من المنازل التي ينقطع عنها التيار الكهربائي ساعات طويلة، الأمر الذي زاد من معاناة الفقراء الذين يسكنون في بيوت لا تقي من حر الصيف. والله وضع الكهرباء هالأيام شوي تعبانة كلش، قبل شان الزينة هسه تعبانة كلش، قطع 4 ساعات 5 ساعات باليوم، ومولد عدة تشتغل مولد هم ياخذ الاستراحة في الساعة، فتنقطع هواي وتعبانة كلش والجو حار كلش. زي الوادم قاعدة بهالبيت هذا تعبانة، وفوقها الكهرباء، الأزمة الكهرباء متعبتها بالزايد. زي الحالة النفسية مال حضرت جوال مال كورونا تعبتها، فلوس ماكو. الصيف الشديد الحرارة في البصرة هنا زاد من سخونته تراجع رقعة المساحات الخضراء، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من الغاز الذي يحرق في الهواء بسبب الأعمال النفطية. كثرة التصحر ويعني تجريف البساتين الزراعية وأهمال الزراعة وقلة الحدائق، فهذا كله أمر يساعد على ارتفاع الحرارة. الأمر الثاني أنه الغازات المنبعثة من المصانع والسيارات والمولدات. وينصح الأطباء بتجنب أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار لأن في ذلك مخاطر صحية، مؤكدين أيضا ضرورة شرب نحو لترين من السوائل يوميا. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.